هذا عود يا ده دمعه عين يا ده الغازي، هذا حبيب القلب جوا، انا مسميها على تليفون جيس السودي. هو دمعت عين سلطان الطرب وحبيب قلبه، هو اللي عطى الوسوف اللي لقى بالأحب على قلبه أبو وديع. اليوم ودي راح بالجسد بس باقي بالروح وبالذاكرة مثل ما بيقولوا اللي بيحبوه. وديع مثل خي، أنا وياه ربيانين مع بعض بالمدرسة، وصلنا 17 سنة بنشتغل سوا بقطر، عايشين نفس البيت، بنوع الصبح مع بعض، نتغدى مع بعض، بننام مع بعض، نسافر مع بعض، حياتنا مع بعض، عنا شركاتنا منديرها أنا وياه مع بعض. وديع أحنى قلب وألطف شخص معقول شوفه بحياتك، 8000 شخص، 8000 موظف نحن عنا يوم كلهم بيلتجوا لوديع لما يكون عندهم أي مشكلة. وديع فارق هالدنيا من بعد أيام على عملية جراحية أنفية، واليوم الملايين مشغول بالهم على الوسوف، طبيب الجراح اللي بيداوي قلوب الناس، جرح قلبه ما حدا فيه داوي. طبيب جراح قلوب الناس داويها، يا مجراح سهرت الليلة داريها. أبو وديع بخير، أبو وديع حزين طبعاً مثل كل أب فقد ابنه، يمكن هذه أصعب حادثة ممكن الإنسان يقطع فيها. كيف تا أبو وديع اللي هو رمز للحنين وحبه الكبير لوديع، فهالشي كتير صعب، لكن أبو وديع بخير. النجوم اللي من كم يوم وقفوا حد أبو وديع على مسرح الرياض واحتفلوا بمسيرته الفنية اللي طبعت بتاريخ الموسيقى العربية، اجتمعوا السبت بكنيسة مرن أولى بالأشرفية ليكونوا حد سلطان الطرب بأقسى محنة معقول يمرق فيها، منن اللي قبل يحكي كلمة، ومنن اللي فضل عدم التعليق مثل نجوى كرم وهيفا وهبة. بدنا نصلي بس. اللي صار كان فاجعة، يعني الله يصبر قلب أبو وديع ويصبر أهله. طبيعة أنه الولد يفقد بيه، مش البي يفقد ابنه. الله يطول بعمره جورج وسوف أكيد. إن شاء الله يا رب هالكيس يمرق على الهين على جورج وسوف. طبعاً كنا بنتمنى أنه هالوعكة الصحية يعني تقطع على سلام، ولكن قدر الله ما شاء فعل. بس هو بعد بكير يا حبيبي عليك، بعد بكير عليك. شو بدي أقول له؟ قلت له تعذب رحمة الله. كان طيب قريب للقلب. بدي أقول له الله يرحمه وإن شاء الله بتكون مسواب الجنة يعني يا رب. بدنا نقول له الله يصبركم، الله يصبر قلبكم. دائما رحيل الشباب صعب صعب يعني، حتى المواسير تبقى صغيرة. جورج وسوف حالة استثنائية، ومثل ما كتبت حتى بالألم حتى بالفاجعة يعني. الله يعطيه الصحة والقوة يقدر يستمر. الله يصبره ويصبر أهله يا رب، يصبر عائلته كلها. وبدي أقول له أنه نحن كلنا أولاده. دعان الشباب، دعان القلوب الطيبة تروح هيك على السريع. أصعب فراق. إلى جانب نجوم الفن حضر جمع من أهل السياسة والإعلام والمجتمع ومحبي الوسوف لتعزيته وتعزية العائلة المفجوعة على فقدان ابنه. الله يرحم وديع والله يصبر أبو وديع، وإن شاء الله يعني ضل بقوته وبصحته أهم شيء. خسارة كتير كبيرة، كتير كتير كبيرة، وبدي الله يصبر أبو وديع وعائلة أبو وديع. هلا من بحسه بي بيفقد ولده، أصعب تجربة ممكن واحد يمرق فيها ولا ليجرب حدا. وديع هو الوجه الحلو تبع جورج وسوف مع الناس، يعني كنا إذا بدنا شيء من أبو وديع بن جورج وسوف أي شيء مستعصي أحكي وديع. الخبر كتير وجعنا، كتير هيك صدمنا صدمة كبيرة، كانت ما على البال ولا على الخاطر. واجبنا كلنا نكون حده بهالمصاب الأليم. الله يصبره. السلطان كتير معلق فيه. شو قلتي له لأبو وديع؟ أنه نحن بحاجة لأله، بيطول باله يروق ويصلي. بيقول الوسوف أصعب فراق فراق الحبايب، فكيف إذا هالفراق كان فراق أبو وديع لوديع؟ وبيوم الوداع مش بس قلب الوسوف هو اللي ضاع، قلب كل مين عرف وديع وحبه. يوم الوداع